ساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ومراسم حفل الولاء الذي يتوج كل سنة الاحتفالات الرسمية بعيد العرش المجيد، والذي يخلد هذه السنة الذكرى 19 لاعتلاء العاهل الكريم عرش أسلافه المنعمين. حفل بهيج يرمز إلى التشبث بالثوابت الوطنية التاريخية من طرف ممثلي الشعب المغربي، وتجديد البيعة لعاهل البلاد التي هي ميثاق دستوري يقوم على التشاور والتكافل والتماسك والإخلاص المتبادل. وفود ممثلي مختلف جهات المملكة تتقدم لتجديد الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. وككل سنة يتجسد الاحتفال بعيد العرش المجيد في تجديد الولاء المعهود بين العرش والشعب، وفي الترابط بين القمة والقاعدة لبناء المغرب وإعلاء شأنه، فهو عيد الأمل والاستمرارية والبيعة والنهضة الشاملة. وزير الداخلية ولاد وعمال أقاليم المملكة، الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يصلحكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يرضى عليكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي. وزير الداخلية ولاد وعمال أقاليم المملكة، الله يصلحكم ويرضى عليكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي. حفل الولاء يتوج كل سنة الاحتفال بعيد العرش، عيد الوحدة الوطنية والانتصارات في معارك اليوم والغد، مناسبة لتجديد الإرادة الوطنية من أجل صيانة مستقبل أفضل يليق بشعب كريم نبيل. الله يبارك عمر سيدي، جهاد عيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي، جهاد قلميم وادنون الله يبارك عمر سيدي، جهاد الملكة الله يبارك عمر سيدي، جهاد الداخلة وادي الدهب الله يبارك عمر سيدي، جهاد عيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي، جهاد قلميم وادنون الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم ويهلكم سيدي، جهة الدخلة وادي الدهب وتضم وادي الدهب أوسرد، جهة العيون الساقية الحمراء وتضم العيون بوجدور طرفايا والسمارة، جهة قلميم وادنون وتضم قلميم السزاق طنطان وسيدي إفني. جهة طنجة تطوان الحسين الله يبارك عمر سيدي، جهة الشرق الله يبارك عمر سيدي، جهة فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي، زياد طنجة تطوان الحسيمة الله يبارك عمر سيدي، زياد الشرق الله يبارك عمر سيدي، زياد فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يصلحكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، الله يرضى عليكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي، ولاد وعمار وقيادة يصلحكم ويرضى عليكم ويهلكم سيدي، الله يبارك عمر سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، جهة الشرق وتضم وجد أنقاد الناظور الدريوش جرادة بركان توريرت قرسيف وفيقيك، جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاج إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتازع، الله يبارك في عمر سيدي، جهة الدار بيضاء سطات الله يبارك في عمر سيدي، جهة الرباسة القنيطرة الله يبارك عمر سيدي، جهة بني ملا خنيفران الله يبارك عمر سيدي، جهة الدار البيضاء سطات الله يبارك عمر سيدي، الله يعاونكم ويهلكم سيدي، الله
الله يرحمكم قال لكم سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي ولات وعمال وقياد الله يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي جهة الرباط سلا القنيطرة وتضم الرباط سلا الصخيرات تمارها القنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان جهة بني ملال خنيفرة وتضم بني ملال أزيلال فقيه بن صالح خنيفرة خريبكة جهة الدار البيضاء سطات وتضم الدار البيضاء أنفا الفيداء مرسلطان عين سبع الحي المحمدية الحي الحسني عين الشوق سيدي البرنوسي بن مسيك مولا رشيد المحمدية الجديدة النواصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور جاء الدرعة تافلات الله يبارك عمر سيدي جاء سوس ماسا الله يبارك عمر سيدي زياد مراكوش سفير الله يبارك عمر سيدي زياد رعاة تافلات الله يبارك عمر سيدي زياد سوس ماسا الله يبارك عمر سيدي الله يعنكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي الله يصلحكم قال لكم سيدي الله يبارك عمر سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي ولا وعمال وقياد لا يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي جهة مراكش أسفي وتضم مراكش شيشاوة الحوز قلعة السراغنة الصويرة أرحامنا أسفي اليوسفية جهة درعة فيلات وتضم الرشيدية ورزازات ميدلت تنغير زاكورة جهة سوس ماسة وتضم أكادير إدوتنان إنزكان أيت ملول شتوكا أيت باها ترودانت تيزنيت وطاطا وفود مختلف الأقاليم والجهات جددت الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل مناسبة تظل في تاريخنا الوطني الحديث رمزا من رموز الهوية الوطنية المغربية وركيزة من ركائز نظام المملكة الشريفة وفي اختتام هذا الحفل البهي الذي يعبر عن أصالة الشعب المغربي وتشبته بآداب العرش العلوي المجيد أطلقت المدفعية 5 طلقات بينما أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وأقاليم المملكة ويتجسد الاحتفال بعيد العرش المجيد في تاريخ المغرب الحديث في تجديد البيعة المعهودة بين العرش والشعب وفي الترابط بين القمة والقاعدة لبناء المغرب وإعلاء شأنه بين الأمم في كل المجالات إنه عيد الأمل والاستمرارية والبيعة والنهضة الشاملة والإخلاص للشعار الخالد الله الوطن الملك متواصلة يقودها جلالة الملك في مجالات التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمواطنة الكريمة بروح الوطنية الصادقة والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب التي جبل عليها المغاربة عبر التاريخ ذكرى متميزة ومناسبة متجددة تجسد عمق ما يربط العرش بالشعب من أواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقة والتلاحم العميق